بكم أعزائي المشاهدين، وطبتم وطابت أوقاتكم، ويتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة من برنامج خيمة مصلية. يقول محمود درويش الشاعر العملاق: بدون الذاكرة لا توجد علاقة حقيقية مع المكان. ذاكرة الإنسان مميزة ورائعة في شخصيته، ومحاولة إظهارها على سلوكه محاولة عاقلة وذكية. والذاكرة هي إحدى قدرات الدماغ تمكنه من تخزين المعلومات واسترجاعها. وعودا بالذاكرة إلى أجواء رمضان وحكايات الآباء والأجداد، فما أن ينادى بثبوت رؤية الهلال تبدأ مآذن المدينة بالتكبير والتهليل وعبارات الترحيب بهذا الشهر الكريم، ويخرج الأطفال يملؤون الأزقة والشوارع صخبا وبهجة، يحملون بأيديهم فوانيس رمضان تعبيرا عن فرحتهم باستقبال هذا الشهر الكريم، ويخرج الكبار يعلقون مصابيح الزينة ويحملون التمر وأنواع الحلويات ويوزعونها على المارة ابتهاجا وفرحا بقدوم هذا الشهر وفرحا بقدوم شهر الصيام. فلكلور شعبي خاص وأجواء مختلفة يعيشها الناس في شهر رمضان في كل مكان وزمان. فهل لهذه الأجواء وجود حقيقي في واقعنا اليوم؟ ألتقي مع ضيفي الكريم الأستاذ صقر آل زكريا، مدير مؤسسة بيتنا للتراث والفنون، فابقوا معنا. جديد اهلا ومرحبا بكم مره اخرى، وخلينا نرحب بضيف خيمتنا لهذا اليوم الاستاذ صقر آل زكريا. اهلا وسهلا بك استاذ صقر. اهلا وسهلا ورمضان كريم على الجميع. اهلا وسهلا، الله يخليك. حقيقه احنا سعيدين بوجودك معنا في هذا البرنامج. انا الاسعد، الله يسلمك. استاذ صقر، رمضان بين الماضي والحاضر، نعم. والسؤال اين اختفت العادات والتقاليد؟ يعني اذا يمكن شوي اختلف مع حضرتك او مع الراي الاغلبيه، انا ما احس اختلفت بقدر ما هي ظروف الحياه اختلفت. يعني اكو بعض العادات والتقاليد اجبرتها ظروف الحياه، اللي هي مثلا المسحراتي وغيره، كان في ظروف معينه، ظروف اللي لا راديو لا كهرباء لا كذا، الحكواتي بالضبط وغيرها وغيرها من العادات والتقاليد والطقوس الرمضانيه. ظروف الحياه، تطور الحياه، انشغال البعض، يعني السرعه بالحداثه غيرها، أجبرت على الاختفاء. لكن تبقى المدن، أنا برأيي يعني هذا، تبقى المدن القديمة والعتيقة والأصيلة متمسكة ولو جزء بسيط من عاداتها وتقاليدها، اللي هي مثلا حلب، دمشق، الموصل، بصرة، عندهم منتصف رمضان يحتفلون بالقريعان، أو يمكن مثل ما يسموها، كذلك المناطق البغدادية. فتبقى هاي الأمور يعني موجودة، لكن الأغلبية أكيد تكون التكنولوجيا والتقنيات هي أسرع وأقوى. نعم. زين، كيف تشوف رمضان بالسابق ورمضان بالعوام الحالية؟ يعني أكيد كل فترة لها مميزاتها ولها سلبياتها. إحنا ربما عشنا أيضا في رمضان قبل 15 و10 سنوات، كانت الظروف في العشر سنوات الأخيرة ربما كان رمضان يعني لا نشعر بأي طقس من طقوس بسبب الوضع الأمني. صحيح. اللي كان يسود المدينة. نعم. اليوم رمضان جميل جدا بالأهالي والناس والكذا، والأجمل برأيي يعني مع كل الغياب العادات والتقاليد، أنا أخشى اليوم التكافل والمساعدة هي أكثر بكثير من أي فترة مضت. صح. حقيقة. صح. يعني وهي بشهادة الجميع بالضبط. نعم. يعني فنشوف أنه اليوم كثير من الشباب أو الميسورين والحملات التطوعية ينتظرون من سنة لسنة رمضان حتى يبادرون ويبدعون، وبالوقت نفسه الفقراء ينتظرون رمضان حتى يحصلون على رزقهم أو على هداياهم. أنا أخشى
يعني هذا الموضوع التصاعدي ابدا ما كان نزولي ابدا. صح. يعني يحكون كثير من الناس صح كانوا مساعدات لكن بسيطه جدا، لان الناس هم يعني حتى في فتره الحصار وقبلها اذا نرجع الناس هم وضعهم مو كلش تمام. صحيح. يعني نخشى اليوم انه لا، الحملات التطوعيه والسلات الرمضانيه وكفاله الايتام وملابس العيد وبشكل كبير جدا. صح. وهذا الشيء يعني حقيقه يشعر الانسان بالفخر ويشعر ابناء المدينه ايضا بالفخر. استاذ صقر، يعني كيف تشوف او ما هي العادات والتقاليد الرمضانيه اللي هي خلينا نقول لها طعم مثلا وباقيه من نعم. ايام ابائنا واجدادنا؟ نعم. المتعارف يعني عليها بالضبط. الـ 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 ربما الشغله اللي افتقدناها اكثر شيء هي الزيارات. تبادل الزيارات مع الاصدقاء. نعم. مع الاقارب مع الناس كانت يعتبرها خط احمر، يعني انت بعد الفطور لازم يا عندك جماعه يا انت تروح يم جماعه. صح. بالوقت الحالي قلت شوي نوعا ما، ربما على الفطور عزايم وكذا. كذلك الحكواتي بدا يغيب ويرجع، يغيب ويرجع حسب صح. ظروف المدينه يعني. صحيح. لكن هو مهم جدا خاصه للاجيال الجديده. يعني الحكواتي ما فقط انه هو ديكور او هو عاده وتقاليد، هو ايضا فرصه للموعظه للنصيحه. تعرف الطفل من يشع من هذا الجو الحكواتي والديكور ورجل كبير وبيد الدفتر راح يتاثر بينه. صح. تبقى النصيحه ملتصقه بينه. نعم. فهذا دور مهم انا اشعر دور الحكواتي. الزينة رمضان ايضا اختفت وترجع، اختفت وترجع، وكثير اكو ناس تذهب الى تقول انه احنا ما عندنا زينة رمضان. صح. وهذه جديده. صح. علينا يعني. ظل والاهم ارجع واعيد هو التكافل. يعني اهم عاده واهم يعني سنه الناس تسنها والناس تحافظ عليها هي التكافل. صح. والفطور الجماعي. نعم. هم ايضا هذا من العادات والتقاليد الموصليه، ان كان بين الاقارب ان كان بين الاصدقاء وان كان في العمل، يعني يحرصون الكل على ان يكون اكو فطور جماعي، وهذا شيء جميل يعني يعزز. نعم. التكافل الاجتماعي يعزز الموده، يعزز. صح. المحبه، يعزز الشراكه. نعم. حتى على مستوى العمل انا اخشى انه ايجابي، يجلسون على مائده واحده. صحيح. تجمعهم رمضان. نعم. اجواء رمضان الحكواتي. نعم. المسحراتي. نعم. لمه الاطفال، تزيين الشوارع، كل هاي الطقوس هي من زمان كنا نسمع بيها يحكون. نعم. عليها ابائنا واجدادنا، بدينا اليوم نشوفها ترجع في عوجات القديمة خصوصا في حمام المنقوشة. نعم. بإدارة مؤسسة بيتنا. نعم. خبرنا عن هاي التفاصيل، وأظن أنت حاليا قبل اللقاء كنت أترتب بالضبط اليوم بالضبط لاستقبال شهر رمضان. نعم. نعم. فكيف يعني خبرنا عن هاي التفاصيل. نعم. يعني مثل ما ذكرت لحضرتك أيضا، كثير من الناس تذهب إلى رأي أنه إحنا عاداتنا وتقاليدنا غير الشام وغير مصر. مصر عندهم. نعم. يعني زينة رمضان خط أحمر. نعم. كذلك الشام، حلب تختلف، الموصل تختلف. عن بغداد. صحيح. عندنا بعض العادات والتقاليد وعندنا بعض أيضا الـ يعني الموروث الديني الرمضاني بسيط في مناطق، موجود يعني موجود في مناطق وما موجود غير في مناطق. نعم. نحاول أنه ما دام أنه هي شغلة جميلة نعممها في الموصل. صح. مثلا استقبال الأطفال لشهر رمضان يقال كثير أنه ما كان موجود. صح. على مستوى العائلة فقط. احنا نفس الفكرة نوسعها على مستوى المنطقة والمحلة. فرحة الطفل وشعوره بأنه هذا هاي المناسبة هي مناسبة مهمة ويحتفلون بها، هو تعزيزه بي 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 بثقته برمضان. صح. بالدين، بتعظيم هذا الشهر. بالضبط بالضبط بالضبط، وتقديمه بأحسن وأجمل صورة، لأن الطفل دائما هذه اللحظات تبقى في ذاكرته. صحيح. صحيح. فإحنا نحاول أنه ما دام هي موجودة كانت على مستوى البيت، يعني لا كل البيوت يحتفلون في رمضان. نعم. يجيبون هدايا ويجيبون كذا. يجيبون شموع، يجيبون دشداشة جديدة، عقجين جديد. صح. فإحنا على نفس الفكرة لكن على نوسعها، أنه نجيب. نعم. الأطفال 100 طفل كذا، وخاصة الأطفال الفقراء يعني ذوي. نعم. الناس المحدودة والبسيطة. نعم. أنه ما ربما ما يتقون يوفرون لأطفالهم هذه الهدايا والطقوس. نعم. فإحنا نحاول نوفرهم إياها، وبصراحة بصراحة إحنا كل مرة نعملها كل ما إحنا نفرح الأطفال نقوم إحنا نفرح أكثر من الأطفال. أي. يعني الجو العام يخليك تشعر براحة وبطمأنينة الروحانية الموجودة بالضبط، روحانية وفرح. نعم. يعني فرحتك لفرحة الأطفال هي أعظم شيء، أن تشوفهم متونسين وسعداء. نعم. وما جينا يا ما جينا. نعم. وغيرها. كذلك إن الحكواتي أيضا هو تكريم للفنان، يعني إحنا مرة جبنا عبد الواحد إسماعيل الله يحفظه إن شاء الله وعدنا له تنشيط الذاكرة. الرجل أولاده قالوا نفسيا هو بقى مرتاح لفترة طويلة. صح. جبنا السنة الماضية الفنان الدكتور نجم الدين عبد الله. كذلك أيضا. نعم. إعادة ظهوره إلى الجمهور هي مو فقط إنه الحكواتي، لكن من خلال الحكواتي أعدناه للجمهور أيضا. صح. الرجل استمتع وبقى ممنون.
والناس ايضا شافته من جديد، والجيل الجديد يسال منه هذا الفنان، فالوالد يحكي له برنامج لقطه وكذا. فكل هذه ما فقط انه يعني الهدف واحد، عده اهداف احنا نحقق من وجودهم، بالاضافه الى المسحراتي، الى الامسيات الفنيه الغنائيه، الامسيات التثقيفيه في رمضان، كلنا نحاول نحققها بهذا الشهر الفضيل. وهي فرصه ايضا أن الناس تكون عنده استعداد نفسي أنه تسمع تحضر تجي، يعني أكو فد استعداد نفسي. نعم زين. خلال مؤسسة بيتنا اليوم بدينا نشوف مؤسسة بيتنا هي مهتمة جدا بأمور الفن والتراث. نعم. مشاريع أو أمور مؤسسة بيتنا ناوية تشتغلها خلال شهر رمضان إن شاء الله. يعني هو الحقيقة مثل ما ذكرت لك استقبال شهر رمضان هذا ثابت، يعني السنة الرابعة أنقيمة. كذلك الحكواتي، تزيين العوجي. تزيين العوجي هو يعطي فرصة للناس أنه تجي تزور المنطقة القديمة. صحيح. يعني إحنا في كل مناسبة نستثمرها حتى نجذب أكبر عدد من زوار المنطقة القديمة ويجيبون أطفالهم، وكذلك السفرات المدرسية. فنستثمر أنه نزين العوجي بالإضاءة أو بالإنارة وبالزينة الرمضانية. كذلك ناخذ الاطفال، يعني مثلا هذا رمضان الى النبي جرجيس، وجيل جديد او جيلين ما يعرفون شيء من عن النبي جرجيس. صح. فهذه فرصه نوديهم ويبقون في ذاكرتهم حتى يعرفون هذا المكان وهذا المرقد وهذه المنطقه اللي هي مو بس فقط يعني النبي جرجيس، حتى معروفه بباب النبي. نعم. يعني مشهوره انت. صح. من وين؟ انت من باب النبي. باب النبي. فمنطقه باب النبي مرتبطه بالنبي جرجيس كبنايه، فحتى نوديهم حتى يزوروها. كذلك راح ناخذهم الى بيت التتنشي، ايضا فرصه حلوه حتى يشوفون العماره الموصليه. ومثل ما ذكرت لك المحاضرات ان شاء الله اكو عندنا سلسله محاضرات راح تكون في المؤسسه. جميل. بس نكمل عمليات التوسعه، عندنا توسعه بسيطه وترميم، وان شاء الله حتى القاعه تسعى لاكبر عدد من الحضور، اللي هي السطوح، يعني وظيفه الاسطير سطوح حولناها الى قاعه. وان شاء الله يعني البرامج اليومية من ياسر زميلنا، حكواتي، الملابس التراثية اللي راح يلبسوها أعضاء الفرقة الخاصة بالمؤسسة. جميل. طقوس ما شاء الله. إن شاء الله. أي نعم. كل التوفيق إن شاء الله. الله يخليك. شكرا جزيلا. قبل ما نختم أستاذ صقر، كلمة ختامية تحب توجهها لكل من يشاهدنا الآن على شاشة الموصلية؟ يعني أنه اليوم إحنا نستقبل هذا الشهر الفضيل، وهذه فرصة ومناسبة ولحظة مهمة جدا لكل شيء إيجابي، كل شيء جميل، الصفح، التسامح، المحبة، التعاون. يعني فرصة لتقديم أي شيء إيجابي. فرصة لأن نكون يعني ناس جدا، ناس آخرين. يعني هو ما الموضوع ما فلسفة ولا هو يعني خطوة، بقدر ما هو جدا بسيط. أي شخص يفكر لحظة ما أنه فعلا أنا يعني أشك شيء يسوى. أنه أنا أعبر هذا الشهوة، وأنا عندي ترسبات مع أخ، مع صديق، مع أسرة، مع ابن، مع يعني. وبنفس الوقت هي فرصة للتجديد. نعم. لتجديد المواهب، لتجديد الابتكارات، لتجديد الطاقة يعني. نعم. وإن شاء الله يكون يعني رمضان كريم وفضيل على مدينتنا أهم شيء، وتكون على بلدنا وعلى كل الناس إن شاء الله. أستاذ صقر آل زكريا، مدير مؤسسة بيتنا، شكرا جزيلا على حضورك. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا على هذا البرنامج الجميل السريع الخفيف الحلو. شكرا جزيلا. الله يخليك. تحياتي. أعزائي المشاهدين، خليكم معنا ومكملين الحوار، لكن مع ضيوف الخيمة بعد الفاصل. من جديد اهلا وسهلا بكم مره اخرى، وخلينا نرحب بضيوف خيمتنا لهذا اليوم. اهلا وسهلا بكم وحياكم الله. حياكم. ورمضان كريم عليكم. اهلا وسهلا. استاذ ياسر، احنا سعيدين بوجودك معنا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. استاذ بندر، حياك الله وكل الهلا بيك. استاذ احمد، ميت مرحبا. كل الهلا بيكم ان شاء الله.
بداية شباب، كيف تشوفون رمضان بين الماضي والحاضر؟ أول شيء تحية طيبة لك ولمشاهديكم ولقنواتكم المحترمة. رمضان كريم على الجميع، رمضان رحمة إن شاء الله، إن شاء الله. رمضان ستر وعافية علينا وعلى أمة محمد وعلى كل الطيبين شرواكم. اللهم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان شهر الخير والطاعة، شهر رمضان شهر للصفح، شهر للبعد عن المعاصي والذنوب. شهر رمضان أجمل ما بينه الروحانية. إحنا عشنا أطفال وبعدين كبرنا وهسه شباب، فكل أقدم منا الكبار بالعمر هم راح يشاهدونا بقناتكم المحترمة. شهر رمضان اللي يميزه عن باقي الأشهر إنه هو الشهر الوحيد اللي الناس دائما تتهيأ له مسبقاً. صح. يعني كان أيام زمان رمضان يتهيأ له من رجب. صح. ومن شعبان. بالذات إذا كان بالصيف. صح. ليش؟ لأن أكو حار والناس تتهيأ وعشاط تروح. وبنفس الوقت حتى يتعودون على درجة الحرارة والوقت اللي كان بينه. أكو من كان يصوم قبل بأيام. إيه كان كل اثنين وخميس. وأنا أحكي لك قبل 25 سنة تقدر تقول كان. صح. أصوم مع أهلي الحجية الله يحفظها ويحفظ حجياتكم ويرحم الميتين منهم. كان بوقتها يصومون كل اثنين وخميس. وتقريبا لا زالت الآن هم موجودين. صحيح. يعني صحيح. حجياتنا الله يحفظكم إن شاء الله يستر عليكم. أغلبكم اليوم يصوم هاي الأيام المباركة، وكذلك 27 من رجب اللي هي ليلة الإسراء والمعراج. نعم. والنصف من شعبان. نعم. فكانت الأجواء جدا روحانية. وكان تشجيع الأهالي للأطفال والصغار بالعمر. يعني حتى اللي ما كان يصوم وقت طويل إلى الإفطار المغرب ممكن يصومون الصوم العصيفية، يصومون الظهر ويفطرون الصوم المتقطع. بالضبط. فكان متقطع ويشجعه، لأنه حتى كان الأولاد الصغار من يلعبون بيناتهم كان شوية اللي ما يصوم يستحي ويخجل ويحكون علينا بعض الأقاويل وما شابه. فهو اللي يميز شهر رمضان إنه شهر روحاني، شهر بينه أجواء طيبة، أجواء تخلي جمالية للعبادة. صح. شهر التراويح، شهر الصلوات. زين، بالحاضر كيف صارت كل هاي التفاصيل، كل هاي الطقوس اللي كانت قبل، هل هي موجودة؟ اختلفت، غيرت، تحدثت؟ هي بالمنطقة القديمة بالأخص تقدر تقول هي متواجدة، يعني حتى لو شوية كنت قلت لكن هي متواجدة لحد الآن، موجودة الروحانية. وتقدر هسه ناخذك على باب جديد وعلى المنطقة القديمة، تخشع الناس روحانيتها موجودة. يعني المدينة وبالذات المنطقة القديمة من مدينة الموصل تبقى بيها الروحانيات الجميلة. صحيح. واللطيفة. نعم. وتخشى أغلب الناس والمؤسسات الطيبة والمؤسسات من ضمن مؤسسة بيتنا. نعم. تعمل الأجواء الرمضانية الجميلة. نعم. ومتواجدين يعني الحمد لله كل سنة، وكل سنة أفضل من السنة الأخرى. والحمد لله اللي هو نقطة أكو مهمة جدا أنه الأمام موجود بالمدينة. صحيح. فكان سابقا مرات بعض الأجواء الروحانية تبتعد عنا والأجواء الرمضانية تقول من باب أخاف قلق أمن أو ما شاء الله. لا الحمد لله الأمان اللي موجود بمدينة الموصل يشجع الناس. والحمد لله. الحمد لله. أستاذ بندر، كيف تشوف الأجواء الرمضانية سابقا أيام الطفولة وكيف تشوفها حاليا؟ أول شيء مساء صباح الخير عليكم وعلى كل متابعي قناة الموصل الكريمة، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة في برنامجكم الموقع. بالذات بالموصل تحتفظ بالخصوصية عن بقية كل المدن في رمضان. يعني كانت ولا زالت الموصل. فمن نقارن بين الماضي والحاضر اكو اختلاف في بعض التفاصيل. مثل ما تحدث زميلي ربما عن المونة. أسا كل شيء حاضر وجاهز موجود. صح. حتى اكو مرات أسا اكو عوائد تفطر اكل جاهز من المطاعم. سابقا لا، كانت المونة يجهزولها قبل باشهر قبل على مود المونون شهر رمضان. أسا كل شيء حاضر ومتوفر. ورمضان بينه فترات. يعني احنا كأطفال كان اكو مثلا في البداية ليلة رمضان من يذيعون انه راح يصير غدا رمضان الكل تذهب على صلاة التراويح كأطفال. صح. صح. فنبدي من اول يوم نكوي شادي شمالتنا ونذهب الى صلاة التراويح ونستمتع بصراحة. صحيح. كأطفال بهذه الاجواء. وثاني يوم يبدي اول ايام رمضان. الطفل مثل ما يقول للظهر انتهى الصوم مالته يفطر. صحيح.
وشوي شوي اهلنا يعودونا. تخشى اول يوم يكون شويه الموضوع غريب، اكو تعب، أكو بقى على ما يتعود يصير تعود علينا حتى الكبار بالعمر مثلا. نعم بالضبط. والمريض وكان اكو احترام للشهر بصراحه. نعم. ولا زال بعض الشيء كان اكو احترام للشهر، يعني قليل نشوفك افطار علني مثلا بالشهر. نعم. من قبل. صح. الناس. صح. حتى الما مسلم يحترم هذا الشهر. نعم. ويتعاطف مع المسلمين وما تخشى. نعم. اكو افطار علني. نعم. ربما هاي الامور شويه فقدناها بعض الشيء. نعم. فاول يوم مثل ما تحدثنا تلاحظ الاجواء بالشوارع. نعم. بالاسواق تحس بيها، تحس بيها. نعم. توزيع الاكل بين توزيع الجوار. الاكل. صح. هاي قبل الفطور دائما تفوتي تطاير والمواعيد الطاير بين البيوت. صح. يقول الله يعينه اللي كان ياكل كبير يفوت بالفرع يدوق يطلع من عنده. فحضروا الاجواء يعني دائما. والموسم مثل ما ذكرت تحتفظ بهاي الخصوصيه عن بقيه كل المدن. نعم. يعني هي مدينه قديمه ظلت على وضعها مثل ما هي، بيوتها، اهلها، ناسها، نقول محافظه على بعض الطقوس والعادات، محافظه على اغلبها خلينا نقول. وتشوف قبل مثل ما يقول قبل الافطار ناس توزع الناس. ويجي الافطار ها كنا حتى الواحد جامع نحضر الافطار بالجامع للمصلين الجماعي احنا كاطفال يعني. صح صح. ايه وبعدين نرجع نفطر. طيب بعثون بيدنا تمر شوربه يقول ودوها للجامعه. هاي السلك واحد جاي من مكان بعيد ما فطر. صح. فيفطر على الاقل على ما يصل او يروح. طق الطوب. ها؟ ايه زين. طق الطوب. هاي مختلفت يعني كان الطوب مثل ما حدث زميلي كان الطوب المدفع هو اللي يذن بوقت الافطار. هسه بس كن خلونا ومجسم بالمنصه امخرف الله على البلديه ذكرتنا. يعني انه كن خلونا لهذا المجسم حتى الاجيال يجون يقولون اشنو علاقه المدفع برمضان؟ هذا اجابوا. صح. فكان قبل انه الاعلان عن الافطار تعرف ما كان اكو مكبرات صوت وما كان اكو سماعات بالجوامع. فكان من يدق الطوب وكان موقعه قريب يمكن من جسر العتيق. صح. وايضا عندنا باب الطوب اللي هو لين باب المدفع يعني. باب الطوب سمي اليوم كان موجود يم الطوب المدفع. فكان من يدق الطوب كل الجوامع القريب يتأذن ويسمعون. وكان الأذان العفو كان بشيال العلم تحياتي نوجه لهم أخواننا وأصدقائنا اللي كان بالجامع النبي جرجيس. يعني كان هو اللي يمطي إرشاد أنه يعلق كان يطلع فوق على صحن البناغة يطلع بيده علم ويفتر دوم وداغات صحن البناغة. فبقى منه الأولاد كلهم يطلعون يستنطون على صوت الوذان يطلعون على السطوحات ويقولون طلع أبو شال العلم بيّن العلم. فيقومون يأذنون الجوامع القريبة بالسطوحات ويقولون وذّن وذّن افطروا. فيبدون الجيران يعني واحد يسمع الأخ ويفطرون. طقوس حلوة أجواء حلوة. أكيد أكيد. يعني صراحة أحس يعني بدينا نفقدها اليوم أو بعض منا مفقود خصوصا هاي مثلا الطوب تكلمنا عنه. يعني نوعا ما خلينا نقول الطعم بين الجيران يعني موجودي لكن بقلة ما مثل قبل. يعني كائما يحكون دائما أنا يقولون أنه كان قبل أنه تخشى على الفرع قبل الفطور بنص ساعة مثلا طفل بهذا الباب وطفل معون غير ومعون ريجة. هاي تبدأ بقى من بعد العصر إلى المغرب ما أعتقد الصبح يعني تطايغ من بيت على بيت. صحيح. إيه بقى تخشى على المائدة مالك منوعة. ما بس اللي أنت كنت طبخته هذا من بيت منه بفلان مكان. هذه طبخة فلان وهاي فلان اشتهت لنا هذا المعون. وهكذا اللي ما تطبخ تعمل الخطة البديلة. ايه زين طلع بس عدس. ايه عافيه. ايه طلع مويه عدس على كل الجيران يرجع له ويجيك يرجع له. هي كانت المساله الحلوه هم يعني كان يعني نيجي شهر رمضان اكو نقطه كلش حلوه انه الفقير يرتاح والزنقير يرتاح. الفقير يقول اخوي الزنقير راح يساعدني ويتعاون معي. صحيح. والعكس صحيح كذلك الزنقير يقول جاء شهر الخير والطاعه والاجور المضاعفه فخلينا نتعاون مع فلان جيراننا وهاي بيت الارملي وبيت اليتيم. صح. وبيت كذا. صحيح. يعني كان اكو كلش اكو تكاتف تعاون وتكاتف وتكافل مجتمع. نعم. يعني صراحه. نعم. بهذا الموضوع. وكان حتى كان يعني عذرا على هذا الموضوع انه اللي يموت بشهر رمضان كان يقول له من ياله ما تبقى ما تبقى ايام شريفه. واظن يعني موجود هاليوم التكافل المجتمعي. احنا قبل شويه تكلمنا مع استاذ صقر عن التكافل المجتمعي وذكر انه يمكن اليوم بالفتره الحاليه هو موجود اكثر من الاعوام السابقه اكثر من الفترات السابقه المساعدات الصدقات خلينا نقول المحبه التعاون كل هذه الامور اليوم موجودين نشوف الحمد لله والشكر انه ما فقدناها مثل ما فقدنا كثير اشياء. استاذ معاذ شيل الكاميرا مايتك وروح افتر بالمنطقه القديمه وتطمش الاهالي والناس عشان تتحرك لا لا الحمد لله ما ينقطع الخير بهاي المدينه. بالذات بس طبيعه هاي المدينه ما تظهر ما تتكلم. انا يعني على التحكي انت
أنا أعتقد أن الموصل هي المدينة الوحيدة اللي حافظت يمكن على أجواء رمضان. صح. يمكن ما نخشعها في بعض الموضوع ما نحس برمضان وروحانيته. صح. بالموصل حتى أكو ناس يعني جون من المحافظات يقول إحنا نريد نعيش أجواء رمضان الحقيقي، نجي على الموصل. صح. نجي على العوجات، نجي نخشع يعني الطقوس الغمضانية اللي ما زالت موجودة بالموصل. كله كل ما تكبر بالعمر تحن التاريخك. إيه ويصل يرجع يبوش يرجع أكيد للأصل. يعني كثير صادفتني من الأصدقاء والمعارف والناس الكبار بالعمر الله يحفظهم يجون من دول ومن مناطق يعني خارج العراق أصلاً. يجي على مود يقعد بالباب الجديد أو أحمد والله ما تاخذنا على دواسي نقول ليش نقول انا قبل نمشي نصلي بالباشا يعني بالضبط بالباشا. صحيح. يعني كانت اجواء حلوه كلش راقي وحتى على مستوى التكافل يعني حرفيا تقول موصل المدينه اللي ما يجوا فيها احد ما بس بشهر رمضان كل الاشهر. يعني هسه عندنا مطابخ خيريه موجوده بالموصل في اغلب مناطق المدينه. صحيح. مطابخ خيريه توزع العوائل الفقيره وما عدا هذه لاحظ الفرق الطوعية حتى الناس اللي ما لهم مجال اللي ما لهم علاقة بالفرق الطوعية. نعم. الناس الخيرين يساهمون برمضان بالسلعات الغذائية وكثير زكاة الفطر لا تنسى الكل يطلعها والكل يبادر فيها. صح. عين جاره وعين صديقه وعين قرايبه وعين اخته مثلا اذا وضعه تعبان فقير فتخشى التكافل الاجتماعي موجود وحاضر رمضان هذا نعمة بحد ذاته نعمة. قبل حتى قد تحكون انتم قبل حتى الملابس من تخيط له الزنقيني او الحاله المليحه بالمنطقه نعم تحسب حساب جيرانه تخيط له فستان دجداش عباي لها والبنات تقول ما يصير انا البس وجيراني ما تلبس. صح. ف تحسب حساب جيرانه واهله وناسه يفكرون بالغير يعني. صح. حتى تتذكر من كان نشتغل ملابس للعيد كانت الحجيه تاخذ لنا ملابس مال سنه سنتين الله يحفظك يوم يستر عليك الله يحفظك دائما تجهزين الملابس يا والله شني لبن على نشوي يا ولد اصبري انا ما لسه تكرم الحذاء كان بيه هالشكل مسافه يخلونا مال سنة سنتين من تركب يقع الحذاء تركب بالذات الاعمار اللي كانت بدرجه المراهقه خلينا نقول هاي الاعمار 12 13 سنه فالشاب يكبر كثير هو البنت فياخذون الملابس ما سنتين لي قدام. الله يحفظ الحجي ان شاء الله. استاذ ياسر الحكواتي اليوم احنا بدينا نشوف من رجوع الحكواتي ورجع انت اليوم ماخذ دور الحكواتي بالمدينه. طبعا بالموصل يسمونه القصخون. قصخون. يعني راوي الحكايه او راوي القصه. انا كنت هسه اسالك عن القصخون او الحكواتي. نعم. نعم. ويمكن في غير دول يسمونه الحكواتي وحتى عندنا يعني. نعم. طبعا هو فن قديم موجود بالعراق وبالموصل من زمان يعني موجود تعرف انه ما كان اكو وسائل اعلام. صح. لا التلفزيون ولا. صح. الجريده ولا حتى قبل ظهور الراديو يعني فكان الناس تدور عن وقت للمتعه عن التسليه خاصه بعد وقت الافطار فكان موجود القصخون موجود بالمقاهي الشعبيه. نعم. وحتى كان اكو قصخون يعني حكواتيا بين النسوان يجتمعون ببيت كبير من المحل يوم تقعد تحكي لهم القصص. طبعا هاي القصص ياخذون منا المآثر والحكم والبعض منا حقيقي مثل كعنترب وشداد يعني ياخذون منا الحكمه والبعض منا خرافيه مثل الدامي وحديدان وحسين النمنم وغيره فيعني كان مثل شخصيه الدامي هي ما حقيقي بس الام الموصليه اخترعت هذه الشخصيه حتى تخوف اولادها لا يطلعوا بغى الظهري بالليل هذه وهكذا من العبايه ومعقوش ام العبايه وغيرها. زين مشاريعكم على رمضان هل مخلي ببالك في جدول معين لإحياء ثقافة القصخون خلينا نسميه بالك أنه تعمل جلسات أمسيات في المدينة القديمة في المطاعم في الكافتريات؟ والله دعاق احنا التهينا بالسوالف ونسينا مبارك صوم الأهلنا وناسنا أكيد. بالموصل وكل العراق نقول لهم مبارك صومكم ومبارك هالسنة والشاغل فضيل عليكم إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا اكيد هي يعني انه بعض الاشياء قرضت مثل ما حكينا بين الماضي والحاضر انه مثل قصخون او مثلا ما جينا يا ما جينا فنحن كشباب الموصل يعني وكمؤسسة بيتنا نعيد احياء هذه مثلا عندنا بليلة رمضان نستقبل شاء رمضان فقرة ما جينا يا ما جينا نجيب الاولاد من المحلي ونلبسهم الدشيديش والحجابات مال الصلاة والعقيتين ونمسكهم الفوينيس ونفتر بهم بالحوجات ونصيح ما جينا يا ما جينا حل الكيس وانطينا وهاي الموصل محروسه ربي يحفظها امين
ويعني أجواء حلوة. نعم. نعم. وأيضا عندنا القصخونة والحكواتي نخصص بالأسبوع يوم أو يومين نعلم بيها الوقت السابق عن إقامة فقرة القصخون بقاعة مؤسسة بيتنا. نعم. ونعمل يعني دعوة، إما تكون دعوات يعني خاصة حجز. نعم. أو يكون دعوة عامة. صحيح. نعمل إما بالعودي مرات ويجون الناس يعني يستمعون ونحكي لهم القصص القديمة ونربطها بين الواقع والحالي ونقدم بها رسالة. نعم. جميل صراحة، أكو ناس تتعنى على هاي الأجواء. نعم. من حتى من مكانات بعيدة، ممكن حتى من محافظات أخرى مثل ما ذكرت. نعم. لأن بها طعم، بها لون، بها نكهة. أكيد. وأيضا إقامة حلوة. أيضا إقامة المناقب النبوية والمديح، الناس كثير تستمتع بهاي الأجواء الروحانية. والمرشحات التراثية أيضا أستاذ معاذ، يعني أكو موضوع العشر الأواخر اللي هو كان يكون بينه ثلاث أشياء: استعداد الأهالي للعيد، وزكاة الفطرة اللي هي الفطرة. وبنفس سواء المادية أو العينية، وكذلك اللي هو موضوع ليلة القدر. ليلة القدر. ليلة القدر شيء كلش كبير بالمدينة، وكان بوقتها يعملون سحور جماعي بينه وصلوات وذكر واعتكاف مثل ما قال أخوي أبي ياسر، وكذلك زكاة الفطر. زكاة الفطر يعني كانت تغطي أقدر أقول لك بنسبة جدا عالية من الفقراء مدينة الموصل. صحيح. أما موضوع الكليشة ونكهة الكليشة يمكن أخليها للشباب. يحتاج له حلقة كاملة. شكرا جزيلا شباب، شكرا على وجودكم وعلى تلبيتكم الدعوة. وإن شاء الله يكون رمضان كريم ومبارك وخير علينا وعليكم وعلى الجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم على حسن المشاهدة، ونلقاكم بحلقات أخرى، وإلى اللقاء.